مساء الخير أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني في فقرتنا المميزة اللي كلكم طلبتوها من على إيميل البرنامج. معانا ومعاكم الشيف شيماء مهران. أهلا بيك يا ازيك شيف. يا منى يا حبيبتي، عامله الحمد ايه؟ لله، منورانا يا شيف. نورك. بس الأول أرحب بصديقتي نهلة. اهلا ازيك بيك يا يا نهلة، منى، اهلا بيك وحشتيني. وانت اكتر. اهلا بيك يا شيف شيماء، اهلا منورانا عامله النهارده. ايه يا نهلة؟ الحمد لله يا حبيبتي، يا انت رب عامله خير ايه؟ خير الحمد لله. لله. النهارده المنيو بتاعنا بقى ايوه هنعمل اكله اسمها مزاليكا بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنعلم ست البيت ان احنا ممكن نعمل اكله بسيطه ومش هتتكلفك اي حاجه. هنبدا بالزيت الاول. انت على طول يا شيف بتجيب لنا الاكلات السهله اللي ما بتاخدش وقت معانا علشان ست البيت الشغاله اللي اللي بتشتغل. احنا هنا حاطين الزيت بنحطه بالزيت لسه بارد عادي ولا الطاسه سخنه جدا؟ سامع الصوت؟ فهي الطاسه اصلا سخنه جدا، احنا سخناها. طب احنا ليه، طب احنا المفروض في بصل، ليه بنحط الكبده قبل البصل؟ ليه بنحط الكبده؟ لازم الكبده نفسها تاخد صدمه الاول علشان الدم اللي فيها وما تعملش معاكي ليه. لو باتت معاكي ما تتلاقيش ليها طعم. لو انا بديت بالبصلايه الاول شوحتها مع التوميه ونزلت بالكبده، بعد كده هتيجي تدي معاكي طعم. يبقى كده احنا كنا بنعمل اكله غلط يا شيف. ليه احنا كنا بنحط طب هي في البصل وبعد كده الكبده؟ لا، هي المفروض الكبده او فراخ او اي حاجه اديها صدمه. المقادير بتاعتنا على الهوا. المقادير بتاعتنا كبده فراخ، بصل، فلفل بصل الوان يا جماعه، معلقه زيت، معلقه دبس رمان، الملح يا جماعه بسيطه جدا، ملح وفلفل، مكعب المرق دوت عشان انا ما بحبش يا منى ان انا احط شوربه فراخ هتديني طعم بعد كده مش حلو. طب انا لو مش عايزه مكعب المرق خلاص مش مشكله، بس هحط شوربه؟ لا مش هحط شوربه، بس هقول لك على حركه حلوه قوي. هنحط معلقه زبده ومعاها توم باودر وبصل باودر وملح وفلفل، شوحيهم الاول على النار وانزلي بكوبايه ميه. عملت شوربه طبيعيه لكن مع الكبده نفس طعم المرقه بقى. لان انا شوحت. هنقلب بزيت. اهي بصي، والافضل ان انا مش كل شويه اقلب فيها. لما تبدا يا نهله تاخد معايا. ليه ما بنقلبش كل شويه؟ عشان الدم يعني. انا عايزاها تاخد صدمه. بصي تاخد صدمه، تنشف من اللي هي فيها. وهنقلبها على السريع لما اللون يتغير من تحت الاول. اما اللون يتغير الاول. ابدا بصي، هي اهي بدات تاخد من لون البني الصدمه. شويه وهقوم اقلباها ونبدا نطلعها ونبدا ننزل بالبصل بتاعنا الاول بملح يعني وفلفل. احنا مش هننزل البصل عليها، هنطلعها الاول. لا هنطلعها الاول من الطاسه وبعد كده انزل بالبصل ياخد معايا لون او مش لون، انا عايزاه يتبلبس مش اكتر. مش تاخد معايا اي حاجه. هي لسه ما دبلتش يا شيخ. ايوه لا اهي بدات تاخد صدمه. ودي طريقتها. لحد كتير مننا ما بيحبش الكبد ديت. الطريقه دي هتبقى حلوه بالنسبه له. الطريقه دي حلوه جدا. هيجربها. واللي ما بيحبش جربوها. كبده الفراخ هجيب كبده بقري عادي جدا. العاديه بقى. لسه كنت هسالك نفس الطريقه ده. بس الناس بقى اللي بتحب الشطه حطي بقى قرن فلفل حراق كده هيبقى. طب هي دي بتتعمل بالكبده بس ولا الكلاوي كمان اللي هي الضاني؟ لو انا حابه كبده وكلاوي تمام جدا اعمليها. حابه هي المزاليكا اصلها كبده. في ناس بتضيف عليها كبد وقوانص مفيش مشكله، او اللي هي الكبده والكلاوي والقلب والحاجات دي ونقطعها بنفس الطريقه. تغيير عن النورمال العادي اللي احنا بنعمله كلنا في بيوتنا. اللي احنا بنعمله. ادي هي الطريقه معانا. ممكن انت بقى يا منى تقلبي هنا. اوكي علشان وقتنا. يا سلام انا بحب كده قوي. تعالي بقى يا نهله نعمل مع بعض سلطه المكرونه. انا عملت الاكل على فكره. لا يا ستي احلى اكل من ايدك يا منى. حبيبتي يا جوزي. احنا هنا المكرونه مسلوقه. المكرونه مسلوقه. والذره. وذره المقادير بتاعتنا. مقادير المكرونه. مقادير المكرونه. لا اقصد انها بتبقى مسلوقه قبل ما نستعملها. ويعني نص سلقه. نص. مش ان انا اخليها تتهري مني عشان تدي معاكي طعم، زائد ان انت هتسيبيها مع ليمون ومايونيز ومسترد والكلام ده كله. فانا عايزاها تبقى سليم، ما تبقاش دايبه قوي، ماسكه نفسها وتبقى شكلها حلو. تمام. احنا هنبدا نعمل الدريسنج بتاعها الاول. عباره عن هنا دي كوبايه زبادي وخمس معالق مايونيز ننزل بيهم دي الاول. المكرونه يا شيف. دي سلطه مكرونه. معلقه مستردة، ده ليمون على خل. بعرف اطبخ شاطره. فلفل الالوان ذره. هنا بقى لو انت حابه تحطي زيتون، جبنه شيدر. ايه فوائد الذره يا شيف؟
لا الذره جميله يا منى، الذره حلوه جدا. عارفه بص كل الحاجات الصحيه الخضروات عامه حلوه جدا ومفيده للجسم. يعني ده ودي لو حد بيعمل ريجيم. لو انا بقى بعمل ريجيم ما هو بقى في مايونيز اهو وفي مسترد، طب ما هو مش هينفع معانا الريجيم. بس انا بقى هنا ممكن الغي ايه، الغيهم، هعمل ايه، احط معلقتين زيت زيتون وخل وملح وملح وكمون، استكفى بده بس. ما احطش مايونيز ومسترد عشان لا للي عاملين ريجيم وهيدي برضه نفس الطعم. بيعمل ريجيم لا بس هنا بقى الذره بتبقى مسلوقه جامد بقى. دي ذره مسكره. تمام. دي ذره مسكره. مسكره اهي، نقلبها كده وننزل بالمكرونه بتاعتنا. شيف قولي لنا شويه عن الافراح اللي انت بتقومي بيها معانا الصور اهيت. حضرتك ما شاء الله قايمه بالفرح كامل مكمل. بصي هو انا الحمد لله دي شغلانتي من زمان. الفريق بتاعي كل اللي معايا في الصور يا ولادي، ولادي واخواتي ما شاء الله. معلش يا شيف قولي لنا مقادير السلطه تاني لو سمحتي. مقادير السلطه عشان معانا على الهوا يا جماعه. مقادير السلطه نص كيلو مكرونه مسلوقه، جزرايه مبشوره، ذره مسكره، فلفل الوان، ليمون وملح وفلفل اسمر. انا هنا بستكفى بالملح، خليه بسيط جدا لسبب لان المايونيز والمستردة فيهم نسبه ملح. وانا بسلق المكرونه بديها ملح. انا بقى هنا يا نهله لو انا حابه المكرونه لونها اصفر اعمل ايه؟ وانا بسلقها هدي معلقه كركم في الميه، في الميه بتاعه السلق، في الميه صفار. هتبقى معاكي لونها اصفر. ده عشان نغير الالوان عشان يبقى كل الالوان في اكلنا يدينا شكل حلو، واللي يشوف الاكل هو العين بتاكل الاول اهي. ده نحط بقيه الفلفل. يعني بصوا يا جماعه الالوان على الشاشه جميله، الالوان بتفتح النفس حلوه قوي وطريقتها سهله جدا وسريعه بقى طبعا جدا. احنا هنا لو احنا حابين نضيف لها قطع من الفراخ، جبنه شيدر، هي عشوه بسيطه وجميله وهتنفع معاكي في الثلاجه، تحطيها في علبه محكمه وتقعد معاكي بالاربع والخمس ايام. ايه العلبه؟ المكرونه؟ المكرونه بتلزق في بعض. لا مش هتلزق، هنا واخده معاكي مايونيز واخده معاكي وهتفضل بنفس الطعم ونفس ال وهتفضل زي ما هي. ده السبب من الاسباب ان احنا قلنا ان احنا نخليها. شيف تعالي كملي دوت عشان ما عناش الا 7 دقايق اهي. بص خلاص هي لسه، ما هو احنا بقى علشان الوقت نبدا نطلعها ونحط البصل. هننزل بالبصل بقى. انزلي بقى بالبصلايه بتاعتك. اوكي. البصل يا دوب يصفر بس. هو مش هيصفر يا نهله، انا بس عايزاه اللي يتدبل. هو بس لان هي بصوا يا جماعه البصل هندبله بس. بقتش بدبلك. بس. اوكي قلبي بقى. ده هنحطه لما البصل بس يعني يتدبل صح؟ يدبل بس معايا كده اهو. وبعد كده ياخد بس معانا يعني. بصي انت هتبدأي تشمي ريحته. انا شامه فاهمه هنا. انا بقيت خبره في الاكل خلاص. يعني شويه حاجه بسيطه كده نروح نازلين بالفلفل عليه. هننزل بالفلفل وهننزل بالكبده وهننزل بدبس الرمان كله مره واحده. خالص عشان بس الاكل ضمير بس. وهنا لو انت بقى حابه انها تكون شطشطه قولي لي يا شيف على الافراح اللي حضرتك بتعمليها والحفلات، احكي لي عنها. وايه اغرب حاجه شفتيها في الحفلات؟ اغرب حاجه ان انا اتقال لي احنا هنعمل اوبن بوفيه، المفروض ما لحقتش افرش الاوبن بوفيه. يعني ايه مش فاهمه يعني اتعمل ازاي؟ احنا لقينا الناس هجموا علينا قبل ما نبدا. لسه ما كملتش. واغرب حاجه كان معايا ابني فقال له الشيف ست، الشيف ست، فلقيت كل الناس هم مستنيين مين اللي هتطلع. هم مستغربين لان مفيش شيفات ست بتقوم بالحمله كلها. او الفرح آخر كله. اخر فرح كنت عاملاه كان فيه 500 فرد. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. يعني كل كان لما عرفوا ان اللي بتعمل الاكل شيف وست قال لك ايه ده ازاي وهتقوم بالفرح ازاي وهتعمل ازاي. الحمد لله فضل ونعمه عند ربنا. انا من النوع اللي انا هعمل حاجه بمشي بورقه وقلم بالظبط. عشان تمشي بسيستم معين تمشي عليه. مفيش حاجه تقع مني يعني. اي حاجه عندي بورقه وقلم. هنحط ده. هنحط بصي بقى كله مع بعضه بقى. ننزل بالكبده. بس انا حابه الست عامه ليها نفس في الاكل. حابه ان الست تقوم بفرح هيبقى مختلف ومتميز
لان دي طبيعتك. احنا طبيعتنا ان احنا بنعمل الاكل، بنقوم بنعمل افراح، بس مش كل الستات طبعا. يعني انا كبيري اعمل المطبخ. هنا معلقه دبس رمان اهي، ونحط شويه شوربه. بنسيبها قد ايه بقى على النار؟ هي ما بتاخدش 10 دقايق على البوتاجاز. وبيبقى النار عاليه ولا واطيه؟ لا عاليه اهيت معايا. انا حاليا معلياها، بس انا لو في البيت انا ما بحبش عامه النار العاليه قوي على الاكل، لان ما بيستويش كويس، بتضيع الفايده بتاعته. فانت المفروض يعني النار تكون هاديه على اكلك عشان تاخدي منه نتيجه احلى، وهيستوي معاكي كويس جدا، وانك تغطيه. صح. المفروض الكبده دي هي بتتعمل زي ما احنا شايفينها كده، هتاخد معانا 10 دقائق بالظبط على البوتاجاز. 10 دقائق وتبقى متغطيه. لا عادي بنسيبها زي ما هي، لان احنا المفروض هنحطها في الطاجن ده، وبنخش الفرن 7 دقائق بالظبط. بعد النار دي بندخلها الفرن. بعد النار دي كده تخش الفرن وخلاص. بصي بقى طريقتها اهي سهله وبسيطه جدا، مش تاخد معاكي وقت. اهم بقى ما في الكبده يا جماعه، الناس اللي بتشكي ان انا باكل الكبده بس ليها ريحه زفاره، لا، القلب قدامنا لازم تقطعيه وتفتحيه، هتلاقي تنضفيه. في ناس ما بتفتحوش، في ناس بتستكفى ان انا اشيل الحته اللي فوق واسيبه. لا، احنا لازم تفتحيه، هتلاقي كتل دم فيه. لما تنضفيه تحت الحنفيه سيبي الكبده. شيف شيماء خلصي وحطي ده عشان معانا وليمون وكده تبقى اكلتك خلصت، واستحاله هتشمي ريحه اي حاجه. هي هنا من المفروض هي عايزه 5 دقائق طبعا، بس عشان الوقت بتاعنا البوتاجاز. وقتنا بس بيخلص. هي سهله قوي وسريعه قوي، وريحتها ريحه جميله. ومش هتاخد معاكي وقت خالص. طبعا احنا عشان هروح اعملها للولاد يا جماعه، ان هي المفروض لسه قدامها 10 دقائق كمان على البوتاجاز، وبعد كده بتدخليها الفرن. طب انا مش حابه ادخلها الفرن، خلاص مش لازم. استكفي ان انت تسيبيها على البوتاجاز دي، بس غطيها وخلي النار سخن. هنغطيها بفويل عشان النار، او بغطا لو عادي حتى. وخلي النار عندك هاديه مش عاليه. ودوقي طعم. شوف طيب قلبيها بس هي خلاص اصلا. بصي بقى هنا شكل الالوان عامل ازاي، جميله اهو، الوان تحفه اهي. بس ما تاخدش معانا وقت. والنهارده كنت عامله لكم قولنا بقى ميني كرواسون بالشوكولاته وبالجبنه، بس طبعا ما عندناش وقت ان احنا نلحق نحكي على تفاصيله، بس هي تفاصيله سهله جدا. اوعدكم المره الجايه اقول لكم عن كل حاجه واعمله لكم على الهواء مباشره ان شاء الله. شيف شيماء، انت اصلا يعني احنا على ايميل البرنامج طلبوكي بالاسم، واحنا طبعا متشكرين جدا ان حضرتك لبيتي الدعوه وجيتي لنا. تسلمي لي. تسلمي يا شيف. جهزي طبقنا لان احنا خلاص وقتنا بيخلص. بصي بقى الالوان حلوه ازاي، جميله والريحه جميله قوي. اهو ده بقى هيخش الفرن لمده 10 دقايق وخلصت اكلتنا. طبعا بس عشان وقت البرنامج مش هنلحق نحطه في الفرن اهو. وبالف هنا وشفا، ويا رب الحاجه تعجبكم كلكم. نورتينا النهارده، نورتينا وشرفتينا النهارده، ومتشكرين جدا على الاستجابه بتاعتك السريعه ديت. حبيبتي تسلمي لي، انا اللي كنت سعيده جدا بشوفكم النهارده. الله يسلمك. احنا اسعد. اعزائي المشاهدين، خلصت فقرتنا النهارده، وبنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. تعلن إدارة قناة الصحة والجمال للسادة المشاهدين بأنه قد قامت بتغيير ترددها الحالي إلى تردد 11823 عمودي. لذا ننوه عناية سيادتكم بضبط أجهزتكم من اليوم على التردد الجديد، مع تمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة.
في سنين ضعفي قدام وهم المخدرات تاهت جوايا حاجات كتير، ما كنتش شايف ولا حاسس بأحن قلب، أحن حضن، وضاعت ساعات كتير من عمري في الضلمة بعيد عن نور عينيا. أمي لازم يكون عندك صحة، أكل سليم، رياضة، وشوية اهتمام. هو ده مفهوم الصحة والجمال. مدرس على الهواء، برنامج متخصص في جميع المواد الدراسية للثانوية العامة، شرح وافي، أسئلة طبقا للنظام الحديث، حل امتحانات، لأننا نستهدف كل طلاب جمهورية مصر العربية. هيكون معنا أكفأ المدرسين من جميع المحافظات. برنامج حلم وفكرة، هو برنامج خفيف وظريف، هنتكلم فيه عن الحياة، عن أحلامنا وطموحاتنا، لحظات القوة ولحظات الضعف، عن ألمنا ومشاكلنا، عن فكرة وعبرة، عن ذكرى وبكرة. هنتكلم عن الحب والتفاؤل وإزاي نواجه الصعاب. برنامج لكل العيلة.